هو ما وصل إليه الكوكب مراكشي هو تحصيل حاصل، لأنه الكوكب مراكشي إذا تذكرتي فمنذ سنوات وهو يعيش تطاحنات على مستوى التسيير. وللأسف أنا كنعاود نأكدها، كرة القدم الوطنية يعني ما يجري خارج الملعب يؤثر بشكل مباشر على ما يجري داخل الملعب، وكنتحدثوا على ما يجري في المكاتب وعلى ما يجري في لي كوروار ديال الفراقي اكثر ما كنتحدثوا على اللعب كيفاش لعبنا، واش كانت عندنا لياقه بدنيه. فهذا مؤسف. الكوكب مراكشي الان خالق الحدث، خالق الحدث انه فريق كان مهدد بالنزول، كان كيحتاج النقطه حصل عليها اليوم، هذا من حسن حظه. ولكن المشكل ديالو راه مازال مستمر، لانه في اخر هذا الشهر هذا غيدار جمع عام باش يمكن انه يتحل المشكل، لان اللجنه مؤقته الان هي التي تسير الفريق. كاين مشكل كذلك ديال الرئيس السابق اللي هو الورزازي، مصادقه على التقرير ديالو المالي باقي ما تصادقش عليها، وقع خلاف كبير في في في, في الجمع العام الاخير. كاين هناك مجموعه من الاشياء المنخرطين اللي كانوا مطرودين، يعني الازمه حتى الديون ديالو راه تفوق 3.5 ملايير، يعني فريق الكوكب مراكشي ماشي فقط عنده ازمه رياضيه، عنده ماليه اداريه، فجميع المشاكل اللي ممكن تصورها فريق فهي مجموعه في الكوكب المراكشي، وهذا شيء مؤسف. وكنظن انه تحصيل حاصل لانه الازمه مجترينها منذ سنوات.